بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2020، أقدم لكم تصحيح امتحان رياضيات باك 2020 لشعبة التسيير والاقتصاد الموضوع الثاني والتمرين الثالث. انتبهوا مليح. أولا النص تاع التمرين هذا هو: المتتالية العددية UN معرفة بحدها الأول إي صفر، حيث إي صفر يساوي 5، ومن أجل كل عدد طبيعي أن UN زائد 1 يساوي 5/7 UN زائد 6/7. أولا برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN أكبر من 3. ثانيا أدرس اتجاه تغير المتتالية UN واستنتج أنها متقاربة. ثالثا المتتالية العددية VN معرفة من أجل كل عدد طبيعي N ب VN يساوي UN ناقص 3. ألف بيّن أن المتتالية VN هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. ب اكتب عبارة VN بدلالة N. جيم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي N UN يساوي 2 مضروبة في 5/7 أس أن زائد 3 وأحسب نهاية أو أن. رابعا عين أصغر قيمة للعدد الطبيعي أن التي يكون من أجلها أو أن أقل من 7/2. إذا ننطلق بالتصحيح، تبعوا مليح. إذا كما راكم تشاهدوا هذه هي المعطيات: UN زائد 1 يساوي 5/7 UN زائد 6/7 و U0 هي 4. برهن بالتراجع. أولا نتأكد أن الخاصية UN أكبر من 3 صحيحة، نتأكد أن صحيحة من أجل أن 0 يساوي 0. إذا كي نعوضوا U0 بالواحد ولينا 1، واحد هنا 5 أكبر من 3. إذا نفرض أن أن أكبر من 3 من أجل أن يساوي أكبر من أن صفر، نبرهن أن أن زائد 1 أكبر من 3 من أجل أن زائد 1. إذا أن أكبر من 3 نضيف لها 5/7 UN تولي 15/7، نضيف لها 6/7 تولينا 15/7 زائد 6/7 21/7. 21/7 هي 3. إذا وهذه العبارة هذه كل هي UN زائد 1. إذا توصلنا تأكدنا أن UN زائد 1 أكبر من 3، وهذا دليل بأن من أجل N زائد 1 الخاصية UN زائد 1 أكبر من 3 صحيحة، ومنه أن UN أكبر من 3 هي صحيحة من أجل كل عدد N ينتمي إلى الأعداد الطبيعية. ثانيا دراسة اتجاه تغير المتتالية UN هي كيف ندرسه؟ هي ندرسه الفرق ما بين UN زائد 1 ناقص UN ونشوف الإشارة تاعه. إذا تحصلنا UN زائد 1 ناقص UN هي ناقص 2 UN على 7 زائد 6/7، ونعرف UN هي أكبر من 3 أكبر من 3. إذا ناقص UN زائد ذاك تولينا العبارة هذه، معناه أن ناقص 2/7 UN أقل من ناقص 6/7، والعبارة هذه تولي ناقص تساوي ناقص أقل من صفر، وهذه سالبة. العبارة هذه سالبة وهي نفس UN زائد 1 ناقص UN، معنى سالبة معناه أن الفرق هذه
أن المتتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل، لأن أن أكبر من 3. إذن المتتالية متقاربة، متقاربة. 3 ألف ذي أن يساوي أن ناقص 3. إذا اعتبرنا أو أن ولي أن زيد 1، كذلك لنا أو أن ولي أن زيد 1 ناقص 3. بعد التعويض النشر والاختلاز تصبح في ان زائد 1 هي 5 على 7 مضروبة في ان ناقص 3، معناه 5 على 7 في ان. وهذه دليل على ان متتالية في ان هندسية اساسها 5 على 7. لننضيف VN ما نغلطوش. وحدها الأول هو في صفر يساوي U صفر ناقص 3، معناه V صفر يساوي 2. 3 B قيمة VN بدلالة N هي VN هي 2 مضروبة في 5 على 7 أس N. 3 G قيمة UN هي 2 مضروبة في 5 على 7 أن زائد 3، انطلاقا من هذه العبارة. فيما يخص لا ليميت تاع UN، هي لا ليميت لهذه العبارة كاملة تاع UN، ونعرفوا باللي لا ليميت 5 على 7 أس أن هي تساوي صفر، لأن 5 على 7 أقل من 1، وزايد ليميت 3. إذن تبقى ليميت أن هي 3، هذه هي لا ليميت تاع 3. رابعا لهنا نبحث على أن إذا كان أن أقل من 7 ولا 2، كما راكم تشاهدوا لهنا هذه التغيرات ندخلوا لها لوغاريتم نيبريا ويمد لنا أن أقل من هذه العبارة كاملة، أي أن أقل من 4.125، معناها 4. إذن من أجل أن 4 هو أن 4 هو أصغر قيمة للعدد طبيعي التي يكون من أجله أن أقل من 7. انتهينا من هذا التمرين، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.